والأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صارت تداعيات كثيرة وتغييرات كثيرة على بعد جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي. كثير من هذه التداعيات أو نسبة كبيرة منها كانت تداعيات سلبية وأثرت بشكل مباشر وبشكل غير مباشر على جميع الاقتصاديات بالعالم. ولكن الآن في بعض البوادر اللي صارت تيجي من خلال بعض المناطق بالعالم في راح يكون في نوع من الانفراجة الاقتصادية نتيجة هذه الارتدادات وهذه التغييرات اللي صارت على الاقتصاد العالمي. أهم هذه التغييرات إنه العديد من الشركات العالمية الآن بدأت تفكر فعلياً إنها تنقل مصانعها وشركاتها العملاقة من الصين، وصارت تدور على دول بديلة تحط فيها مصانعها ومشاريعها، وإنه تكون هاي الأماكن آمنة من الاختلالات والاهتزازات اللي قاعدة بتصير بالصين. أهم مشكلة من هاي المشاكل إنه جائحة كورونا والإغلاق التام اللي صار بالصين سبب خسائر كبيرة لهاي الشركات، وهاي الشركات صارت تفكر بطريقة إنها تنوع من استثماراتها حتى إنه سلسلة التوريد اللي عندها ما تنقطع. يعني حتى لو ما انتقلت كلياتها من الصين صارت تفكر إنها تفتح فرع ثاني بدولة ثانية عشان إذا صار أي مشكلة أو أي إغلاق عام إضافة أو أي مشاكل صحية يصير فيها حجر صحي أو إغلاق عام للصين ما تتوقف سلسلة التوريد. لأنه صارت الشركات تقول لك يعني أنا مستثمر المليارات، هسا إذا في صار إذا كل واحد أكله خفاش أو إذا كل واحد أكله حيوان معين وصار حجر صحي أو صارت مشاكل صحية بالصين، فالآن أنا مصلحتي راح تتضرر. كمان إضافة إلى ذلك صار في تضارب ما بين أمريكا والصين، فبالتالي كثير شركات صارت تفكر فعليا بنقل مصانعها. مين بنتبه للموضوع هذا؟ بنتبه بالموضوع هذا جرتها الهند. الهند دولة كبيرة، خامس أكبر اقتصاد بالعالم، بدأت تتنبه للموضوع هذا، عملت مؤتمر، المؤتمر مش من بعيد يعني، المؤتمر عملته تقريبا بشهر 4 اللي فات، شهر 4 2020. هذا المؤتمر بدأت تدرس خيارات نقل، خيارات التواصل مع الشركات اللي بدها تنقل استثماراتها من الصين. فالآن تقريبا 1000 شركة قاعدة بتفكر فعليا إنها تنتقل من الصين، إضافة إلى ذلك في 300 شركة قاعدة بتنقل فعليا. طبعا إحنا لما تحكي عن شركات مثل أدوبي، شركات مثل سيسكو، شركات مثل فيدكس، شركات كبيرة وعملاقة. فالآن الهند قاعدة بتجهز حالها حتى إنها تستقبل هذه الشركات وهذه الاستثمارات وتكون موجودة عندها، وقاعدة بتجهز مناطق صناعية بولاية اسمها إيتاب براديش. هاي الولاية جهزت فيها منطقة صناعية مساحتها أكثر من مليون فدان. هذه المنطقة الصناعية قاعدة بتجهز حالها إنها تستقطب كل الاستثمارات الموجودة بالصين. إضافة إلى ذلك حطت مجموعة من الخطط الاستثمارية وخطط التحفيز الاقتصادي حتى إنها تجذب هذه الشركات. طبعا الشركات من زمان كانت عيونهم على الهند، بس كانت في مشكلة عند الهند هي ملكية الأراضي، فعملوا المنطقة هذه حتى إنهم يحلوا مشكلة ملكية الأراضي مع الشركات الكبيرة، ويصير في مجال إنه الشركات الكبيرة هذه تيجي وتستثمر في الهند. غير الهند في كثير من الدول مثل بنغلاديش وتايوان وفيتنام، هاي الدول النامية قاعدة بتحاول تشارك بهاي الكعكة أو تشارك بهاي النقل للمصانع وإنها تحفز هذه الشركات إنها تنتقل عندها ببلادها، خصوصا إذا عرفنا إنه كلمة السر في النمو أو نهضة أي دولة نامية هي الاستثمارات الأجنبية. يعني نأخذ مثال، النهضة الزراعية بأثيوبيا اعتمدت على الاستثمارات الخارجية بالزراعة، النهضة السياحية في رواندا اعتمدت على الاستثمارات الخارجية بالسياحة، النهضة الخارجية في فيتنام، النهضة التنموية اللي صارت في فيتنام اعتمدت على الاستثمارات الخارجية الموجودة في فيتنام. يعني مثلا هسه شركة مثل سامسونج فاتحة مصانعها واستثماراتها في فيتنام، مستثمرة تقريبا ب 17 مليار دولار ببلد مثل فيتنام. احنا بالأردن لو قدرنا نشارك بالموضوع هذا ونستقطب أو نحاول إن نستقطب مجموعة من هاي المشاريع أو مجموعة من هذه الشركات من خلال وضع مجموعة من الخطط، تهيئة مجموعة من المناطق، خصوصا 76% من المناطق عندنا بالأردن هاي مملوكة للدولة مش لحدة، فهذه في مجال إذا الحكومة الأردنية أو الفريق الاقتصادي توجه إلى التفكير بالطريقة هذه في مجال كبير إنه تقدر تستقطب لك مجموعة من هاي الشركات. مش يعني إحنا عارفين إحنا مش قد الهند ولا عندنا بنية تحتية قد الهند، بس إذا قدرنا نستقطب واحدة من هاي الشركات وهاي الاستثمارات راح تحل مشكلة البطالة بشكل كبير.
حكينا احنا عن شركه سامسونج المستثمره في فيتنام، مستثمره ب 17 مليار. لو نقدر نجيب لنا شركه زي هاي تستثمر عندنا بالاردن، ما بضل عندنا مهندس بالاردن او حتى بالشرق الاوسط كلياته بيعاني من البطاله، اضافه الى الوظائف المباشره والوظائف الغير مباشره اللي بنقدر احنا نخلقها من خلال جذب الاستثمارات. فاحنا بنتمنى على الفريق الاقتصادي بالحكومه الاردنيه او هيئه الاستثمار، وهيئه الاستثمار يعني مؤسسه في العديد من كوادرها الشباب والناس المتمكنين والقادرين على انهم يتواصلوا مع هاي الشركات او يعطوا اعازه لسفراتنا بالدول الاجنبيه انهم يتواصلوا مع الشركات هاي اللي بترغب بنقل استثماراتها ويقدموا لهم حوافز ويقدموا لهم تسهيلات بحيث انهم يقدروا ينقلوا استثماراتهم عندنا بالاردن ويتحسن الاقتصاد عندنا ويزيد في خلق فرص العمل. كثير بيحكي عن الفرص، عن المشاكل اللي سببتها كورونا والامور السلبيه والركود الاقتصادي اللي سببه كورونا، ولكن هذه فرصه كثير من العالم قاعد منتبه لها، كثير من العالم بيركز عليها. حكينا عن الهند شو قاعده بتعمل بالامور اللي زي هاي، حكينا عن بعض الدول، طبعا الصين مش راح تقف مكتوفه الايدي يعني، بس لكن هذه الشركات راح تفكر ببديل، لانه اللي صار معها بجائحه كورونا والمشكله اللي صارت معها والخسائر اللي صارت معها بجائحه كورونا راح تصير تغير طريقه تفكيرها بالايام الجايه. نتمنى انه الحكي اللي بنحكيه ما نظننا يعني نبكي على اللبن المسكوب، وانه المشكله الاقتصاديه وانه مشاكل كورونا ونعيش دور الضحيه. نتمنى انه الفريق الاقتصادي ياخذ هاي النقطه بعين الاعتبار، وانه يحاول يتواصل مع هاي الشركات، وانه يحاول يجذب استثمارات وتكون عندنا بحيث انها تدفع عجلة الاقتصاد عندنا بالاردن. شكرا لكم على المتابعه.